12 يا العيد كنا عندنا عيد ما كان عندي حلقه قالوا لي لازم تقدم تانية العيد قلت لهم يا ناس والله معزومين عشاء عند فلان الفلاني في حي كذا وعندهم بالله تكفى يا عباس ترى الهوى من كذا لكذا ما كلمكم بدري يعني حلقه وارجع لا يوم 28 بغض النظر يعني 27 28 يمكن قلت لهم يا اخوان انا ما عندي طريقه بس ترى فلان سافر عباس انت في الرياض انا رايح فهمت الفكره احنا ما بيناتنا الحاله واحده ايوه ايوه انا قلت لهم يا ناس انا ما عندي طريقه المهم الهوى الليله الساعه 10 الهوى انا جيت الساعه كم جيت 10 الا ربع بتذكر الى الان 10 الا ربع طبعا دخلت الاستوديو اول مره اقدم مع سين من المقدمين لاول مره الكلام ده قبل 3 سنوات مع سين من المقدمين لا والله ما غثيت بالعكس شوها ليه كده قال لي ما في احترافيه ولا بجدتي كلام عن مخرج ولا قبل ربع ساعه له ذاته مخرج كان وانتم بخير اللي كل شوي في اللي كل شيء في قناه مخرج ولا مقدم مخرج اللي كل شوي في قناه كنا على اطفال بعدين طلعوا على ماسه بعدين جيت على العامه مش الكلام كويس كويس وبعدين خلصنا المهم ما ممكن قبل ربع ساعه وطالع الهواء صح غلط ايش ولا ايش دراك ولا مرتج قمت قلت له يا شيخ الدنيا حلوه الموضوع ما خطير الموضوع اسمع الموضوع ما خطير وما خط الدنيا سهله قلت له ايش فكره البرنامج مش المسابقات كذا وكذا واخذ متصل واسوي قال لي ايوه قلت له تعرف شنو قال لي لا بس ربع ساعه انت كيف تعرف قلت له ما اسيب اقف لك في الاضاءه وخذ منه الصوت الموضوع ده حيتم في دقيقتين حكون باقي 13 اسمع كويس ما قال لك تعال اجلس مكاني على المكسر وانت اخرج يا طويل العمر هو اول مره احتك به وانا اول مره احتك به مطرطع داخليا لكن بقعد شنو ده بني ادم دول جنس شنو خلصت الموضوع وقعدنا مع شيء يلا على الهواء كانت مسابقات والحمد لله ما ادري مين كان المعيد اجمل حلقات والله يا ناس هو انبسط من اقسم بالله بعد ما خلصت جانب هذا اللفظ قال لي والله احييك والله اهنيك 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 بس يا اخي ما بيصير قال لي تدق ربع ساعه لازم قال لي والله احييك شكرا حلقه رائعه جدا بس ما هذه النقطه هذه النقطه هي موضوع القلق يعني حال انت لما تيجي قبل الوقت مرتبك تربك اللي معاك ترى هي اللي بس لازم تكون كنت براك لكن لازم تكون ريلاكس يا سلام انت اذا توترت خلاص الحلقه كلها راحت شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة